بسم الله الرحمن الرحيم. الطلبة الأعزاء، أهلا بكم. الصف الأول الإعدادي، الدرس الثاني. في جزء عندنا مهم جدا اسمه جي فودري فوزافي، الطلب بأدب. الطلب بأدب. يا مس، هو في طلب بأدب وفي طلب من غير أدب؟ لا يا حبيبي، في طلب بأدب وفي طلب باحترام، وفي لما أجي أطلب طلب من حد لازم أتكلم بصيغة الاحترام. طيب، je voudrais, vous avez. je voudrais بمعنى اريد، vous avez بمعنى عند حضرتك او تملك. طبعا انا بستخدم الضمير vous للاحترام. طيب طبعا je voudrais بمعنى انا اريد، دي في صيغه الكونديشنال اللي بتستخدم في طلب الشيء بادب وباحترام. طيب دون المترو، في المترو عايز اطلب تيكي من او تذكره من الراجل موظف في التذاكر، هقول له Je voudrais un ticket, s'il vous plaît. S'il vous plaît, s'il vous plaît, بمعنى لو سمحت. S'il vous plaît, بمعنى لو سمحت. طيب، في الفندق دخلت على الريسبشن وبطلب مثلا حجرة أو عايز أحجز أوضة، هقولها Vous avez une chambre؟ عند حضرتك غرف؟ هيرد عليا pour combien de personnes؟ لكم شخص؟ Pour une personne. شخص واحد. هيرد عليا الريسبشنست يقول لي بور النوي لليله؟ نو، هقول له نو. بور دو نوي سي بوسيبل؟ ممكن؟ وي سي بوسيبل. جي ان شامبر افيك دوش بور ان بيرسون. عندي اوضه بدوش حمام في لشخص واحد. يبقى انا عندي طريقه الطلب جي فودري وي فوزافي. ممكن لما اقول مثلا في اكون في محل او في البوسطه في البريد في محل حلواني، ممكن اقول فوزافي دي بونبون، عند حضرتك بونبوني او حلوى، او جو فودري دي بونبو سيلفو بلي، انا اريد كذا لو سمحت. ده الفرق او ده شرح طريقه الطلب بادب عندنا. ميرسي بوكو.